المقاومة الكهربائية. ما هي المقاومة الكهربائية؟ خليكم ويانا. السلام عليكم. عرفنا بالدروس السابقة أن التيار الكهربائي هو الشحنات التي تعبر مقطع موصلين خلال وحدة الزمن. إذن التيار الكهربائي هو عبارة عن شحنات، وهذه الشحنات هي إلكترونات حرة تعبر مقطع موصلا، والذي يجعل هذه الإلكترونات تعبر المقطع الموصل هو فرق الجهد. تتصادم هذه الإلكترونات فيما بينها، وتتصادم أيضا مع ذرات الموصل، فتتكون نتيجة لذلك درجة حرارة. هذا يعني أن الوسط قد أعاق الشحنات الكهربائية، فللوسط مقاومة كهربائية. إذن تعرف المقاومة الكهربائية بأنها الإعاقة التي يبديها المقاوم للتيار الكهربائي، وتقاس بوحدة الأوم نسبة للعالم جورج سايمون أوم. تقسم المقاومة الكهربائية إلى نوعين. أولاً مقاومة ثابتة. يمكن معرفة مقدار المقاومة الثابتة من خلال الحلقات الظاهرة عليها ومن خلال جدول خاص، ويرمز للمقاومة الثابتة بهذا الرمز. ثانياً المقاومة المتغيرة الريوستات، ويرمز لها بهذا الرمز. قانون أوم. لقد وجد العالم أوم أن حاصل ضرب الفولتية على التيار تظهر دائما مقدار ثابت، فقد اكتشف أن هذا المقدار هو مقدار المقاومة الكهربائية، فقانون أوم هو المقاومة تساوي فرق الجهد على التيار، ووحدة قياس المقاومة هو الأوم. هاي مقدمة بسيطة على المقاومة الكهربائية. انتظرونا بالفيديو القادم والعوامل التي تتوقف عليها مقدار مقاومة موصل.